يا السلام عليكم حباب، اليوم غادي نتعلموا انا مليت. المهم فعلي نوت شويه بزاف، غادي تركز معايا تعطيني عقلك. راه غير تمشي مع البارول غادي يولي عقلك ما يتيكم، فهمتي؟ قاعدي. المهم قلنا انا مليت، كيفاش كتمشي بعدا باش نعطيكم اللي ما عرفهاش. عيت و تنقول ولدي عطا، انا ساليت انا صافي مرات للدار، انا رخيت لعب الدنيا دير اللي بغات، انا رخيت لعب الدنيا دير اللي بغات، نقول عطاتني نلقاها لحد لي لفتات، بريطان قلبي طاب والعين بكات، حتى المرة اللي بغيت عليا تخلات، انا اللي بيل عمري ما عرفت البنات، انا اللي بيل عمري ما عرفت البنات. المهم كيفاش كتمشي هاد الاغنية؟ هادي اغنية شبابية موتة ولكن عندها واحد الحلاوة ديال. المهم كاينه لا، انا مليت كتضرب في لا. المهم انا عطيكم لي نوط هما الاولين فين كيتشدو باش من بعد نقولو كل كلمه فين تتقال باش ما تخلقوش. لا كتشد بحال هكا، هذا في دوزيام، هذا في كاتريام، هذا في تروازيام. يلا قلنا نيشات في صوت، هذا في السادس، هذا في الخامس، هذا في البروميان قال تحتاني. كاين الري، انا ساليت، هذا في البروميان، هذا في الثالث، هذا في الثاني. لي ماجور، هذا في الثالث، هذا في الخامس، هذا في الرابع. شلي سامر، هذا بالنسبه لدوك الكلمات الاولين. الدخله اخرى كتدخل بضو، دوزيام هذا كيبقى خاوي كتجي لهذا، كاتريام هذا، سيزيام وهذا تحت منه. ديالو هنا فين كتقول ساليت انا صافي ورضات لي داك. المهم الدخله اخرى غنغنيوها من بعد، هذا في السادس. المهم صول اللي تعلمنا قبيله داخله في الدخله الثانيه، كيتبدل هاد اللقطة اللي كتبتل. انا خيت لعب الدنيا دير اللي بغات، فهمتي؟ لا فا صوت مي ماجور، ولكن كتير كل وحدة كتير فيها نص طون، فهمتي؟ هذا هو الطون كامل، فهمتي؟ توقيت كامل تاع الفراب، تاع الفراب الشعبي يعني، في هذا بيتير فيانز، فهمتي؟ كتحاول تكمل الفراب في النوطة الأخرى. فهمتي؟ أظن أن باينة واضحة. المهم كيفاش كيمشي؟ أنا مليت كنقولها في الله، اسمع. مليام لي مشات الصوت، انا زايد و تنقول فري ولا لي عطا، الدخل الاخرى كندخلها بالضو، انا ساليت انا صافي مرضت لي الدان، انا رخيت لا دنيا دير اللي بغات، انا رخي غير هاد، انا رخيت اللعب دير اللي بغات، هي اللي بغات تكون في هاد لافا اللي قلنا قبل تتقسم فيها الفراغ. انا رخيت اللعب دير
غدير اللي بغات انا رخيت الدنيا غدير اللي بغات عاود انا مليت انا مليت مليام اللي مشات انا عيت ويت نقول انا لي عطار انا ساليت انا صافي مرضات للدار انا رخيت لعب الدنيا ديري اللي بغار اكانت نحاول نضرب هكا ونتقل هكا باش يبان لك فهمتي المهم حيت الجيتار ما كتضربش هنا الجيتار تضرب هنا ولكن انا كان الا سمعتي الصوت ماشي هو هذاك اي حاجه راه شوف فين كنضرب انا المهم انا مليت انا مليت مليام اللي مشات انا عيت وقت نقول ولا لي عطاك انا ساليت انا صافي مرضات للدار انا رخيت لعب الدنيا ديري اللي بغات انا رخيت لعب الدنيا ديري اللي بغات حتى نقول عطتني نلقاها لحت لي لفتات صبري طال قلبي طاب والعين بكات حتى المرة اللي بغيت عليا تخلات انا اللي بيت عمري ما عرفت البنات انا اللي بيل عمري ما عرفت البنات تسكام كيف خرجي بحال ما قلنا لا انا ملي كنا لا تا وريتكم كيفاش شدت عمرك كلاش انا مليت انا مليت مليام اللي مشات انا عيت وتنقول ولا لي عطار انا ساليت انا صافي مرضات للدار انا رخيت لا شوف لما كنتش تعرف شد هاد الفازي ممكن شد هاد الفازي اللي هو هذا كتيرو في الثاني وهذا في الثم اللي تابعو هذا في الخمسة هذا في الرابع فهمتي انا ما معودش عليها فهمتي ديريكت تعلمت هادشي ومن الاحسن لك ديريكت تعلم هادشي فهمتي حتى الصوت الصوت تاع هادي شي حاجه تحس بها عامره فهمتي المهم الا كنتي تتعرف هادي ماشي مشكل ممكن تدخل بها تسمعتي ولكن بالاخرى كتسمع شويه عامره انا المهم وما تيقولوا هي ما هي ولكن ما تجينيش انا مية مية هي ممكن تقضي بها اللي ما تعلم ولكن زعما باش تقول لي صافي تعلمت تبقى كما شوف الباركور ضروري خاصك تعلم فهمتي باش يجيك شي وقيته بتلعب في سي باش يجيك شي وقيته بتلعب هنا فهمتي ما غاديش ديما تطيح مع الناس اللي ديما تيلعبوا معاه المهم هذا هادشي هذا تامني نصيحة قلنا ما تعرفش هادي لعب هادي علي ما تعلم هادي وختم بلمي هادشي اللي كاين الخوت وهذا هو الديسك ونتشوف شي ديسك اخر وبيس ليكم